60 قارئا من الفئة الناشئة الواعدة يتسابقون على لقب القارئ الصغير طوال شهر رمضان المبارك. يشارك في كل حلقة 3 متسابقين، ويتأهل متسابق واحد فقط للمرحلة الثانية، حتى يصبح عدد المشاركين 20 متسابقا، ويتأهل بعدها متسابق واحد في كل حلقة، حتى يصبح عددهم 6 مشاركين، ليتأهل 3 منهم فقط يتنافسون على لقب القارئ الصغير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. يحسبون كل صيحة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله،
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها عيدها يا بعيدة ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بارك الله فيك. أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. أعد. لا يؤخر لو كنتم تعلمون. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. أو تقدر توقف عليه لا يؤخر لو كنتم تعلمون. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا عيدها ويمددكم بأموال وبنين ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا عيدها مرة ثانية ويمددكم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا صدق الله العظيم. بارك الله فيك. مثل ما شفتوا اليوم كان معنا ثلاثة متسابقين كانت تلاوتهم طيبة إلا أن نظام المتسابقة يحتم علينا أن نختار متسابق فيهم يتميز بين الثلاثة. طبعا المتسابق عبد الرحمن محمد أحمد تأهل المرحلة الثانية لأن كانت تلاوته مؤثرة وعنده إلمام بأحكام التجويد.